فقرة خاصة بالجمال وتحديداً جمال الأسنان لنحصل على ابتسامة غير شكل. نحن اليوم بفقرتنا عم نقدم لكم منتج جديد، يعني بدنا نقول متطور، لأنه بيعطيكم نفس البولش، التنظيف العميق، البياض الحلو اللي بنحصل عليه عند عيادات الأسنان والروحة على دكتور الأسنان اللي ما حدا بحبها أبداً. اليوم نحن عم نقدم لكم مجموعة جديدة مقدمة لكم من li-ZEY اللي هي بتساعدنا لحتى ننظف أسناننا بطريقة سوبر. هلا أكيد رح نشوف مع بعض صورة توضح قديش نحن عم ندفع بعيادات أطباء الأسنان. هذه التكلفة جدا عالية لو قارناها بالمبلغ اللي نحن رح ندفعه على li-ZEY اللي نحن مقدمينه لكم اليوم. شوفوا إنه تكلفة تبييض الأسنان أربع جلسات بيكلف حول 1200 ريال سعودي، بينما هون عنا الجهاز هو 299 ريال وبيستخدم العديد من الاستخدامات. سارة أكيد الأشياء الحلوة اللي بنقدر نحن نحصل عليها تبييض كتير حلو للأسنان. نقصد بالتبييض هو التنظيف العميق اللي بيساعدنا لحتى نتخلص من كل التصبغات اللي بتكون موجودة على الأسنان، سواء من شرب القهوة الكتير أو شرب يمكن الصودا، أو حتى بنفس الوقت إذا كانت عنا هيك تصبغات موجودة على أسناننا. هون كمان بيساعدنا لحتى نتخلص من الأشياء، هون عم نشوف الشيشة اللي هي رقم واحد، الحلويات كمان اللي نحن عم نشوفها، كل هيدا. بتعرفي شغلة حلوة ميثا، أنه كمان بنقدر نحافظ على صحة اللثة اللي موجودة عنا. في كتير من الأشخاص ببعض الأوقات بينتج يعني شوي ريحة شوي كريهة من الفم لأنه مزعجة، بتكون ما في تنظيف عميق للأسنان. هون li-ZEY بيساعدنا لحتى نتخلص من هيدي المشكلة تماما. هلا المجموعة اللي نحن مقدمينها اليوم، فيكم تشتروا المجموعة اللي بتجيكم بهيدا البوكس، اوكي، مثل ما انتم شايفين رقم المنتج الخاص فيها 656001، بتجيكم عنا بلونين، متوفر عنا اللون الابيض او اللون الروز جولد مثل ما نحن شايفين هون، بيجي ثلاث علب، اوكي، مثل ما نحن شايفين هم علب صغار فيهم الجليتر اللي هو بيساعدنا على تلميع الاسنان بالشكل اللي نحن راح نشوفه هلا بالصور كيف كانت النتيجه قبل وبعد. كمان عنا راسين بيجوا مسطحين وراس بيجي مسنن، بالاضافه انه فيكم تحصلوا على المجموعه الكومبو اللي هي كلياتها ضمن فرصه الاسبوع، يعني رح تحصلوا عليها بسعر كثير قليل 397 درهم او ما يعادل 408 ريال سعودي. رقم المنتج الخاص فيها 656002، او اذا انتم اوريدي اشتريتوا فرشه التلميع او فرشه التبييض، اوكي، وحابين تحصلوا على الريفيل، فيكم تحصلوا عليها سعر رقم المنتج 656110. رح نشوف كمان ساره صور لبعض الاشخاص اللي استخدموا li-ZEY وكيف كانت النتيجه قبل وبعد. شوفي النتيجه عن جد كثير مذهله، يعني كل البقع اللي تكون على الاسنان نتيجه مثلا التدخين، نتيجه الاكل الاكلات اللي بيكون فيها شويه صبغه، او حتى الدرينك الكوفي ممكن يسببوا هيدي المشاكل على الاسنان. هون نحن عم نحكي عن بولشينج يعني تلميع الاسنان، نحن ما بنحكي انه فرق رح يكون في فرق كثير كبير بلون السن، لكن هو نفس اللون الطبيعي اللي انتم انولدتوا فيه رح يرجع. اكزاكتلي، لانه ما في اي طبقات او رواسب عليه. هلا حكيتي انت ببدايه الفقره على الاسنان اللي موجودين معنا، هون هن الاسنان، عندنا الراس اللي بيكون شوي دائري مثل ما نحن عم نشوف، هيدا لتنظيف السن، اما عندنا هون الراس اللي بيجي شوي مرواس هو للتنظيف ما بين الاسنان، يعني مجموعه متكامله. طبعا نحن كل الماتيريال اللي عم نحكي عنها هي بجوده جدا عاليه، رح نفوت هلا بتفاصيل كيف بيشتغل معنا هيدا الجهاز. عندنا هون فك الاسنان اللي موجود معنا، إذا نحن بدنا نعمل تست كتير صغير إذا في تصبغات موجودة عنا، عم نشوف هوني الدراس اللي موجودين معنا، إذا بدنا نجيبها هيك شوي منشوف عنا مثلا هوني التصبغات موجودة على هيدا، خليني أعملها بهيدي الطريقة. إذا نحن بدنا نفرش الأسنان بهيدا الشكل وهي الطريقة التقليدية اللي نحن دايما بنعملها، نتعذب لحتى نحن نشيل التصبغات اللي موجودة، بينما إذا نحن هون بدنا ناخذ الكريستالات اللي موجودة، هون الكريستالات عندنا مقدمين بكمية كبيرة، نحن كل اللي بحاجة له كمية كتير صغيرة من هيدا الكريستال عم نفرجيهم. هيدي هي إذا بدنا نقول الماتيريال اللي موجودة، بناخذ كمية صغيرة منها هيك مثل كأنك عم تغرفي، ناخذ هيدي الكمية وبعدين من ثم نضغط على الأون اللي موجود معنا هون على الجهاز. مجرد ما نضغط على الأون بتشتغل عنا بحركة دائرية، وبنقدر نحن هون ننظف السن بكل سهولة.
نحن بنعرف ساره انه الطرق التقليديه اللي نحن بنتابعها بالبيت، بعرف كثير من السيدات حتى الرجال بيعتمدوا طرق مثلا يضيفوا الليمون على البيكنج سودا، هذا الشيء ممكن ياثر سلبا على اللثه، اوكي، لكن هون نحن عم نستخدم طريقه مثبت طبيا انها كثير صحيه. اكيد، ولكن هون تماما قدرنا نشيل. اذا بدنا ناخذ زوم اكثر بنشوف هون كمان معنا ميتا، انه مجرد ما نحط هيدي الفرشايه ليك الحركه الدائريه اللي عم تبرم هي 450 بالدقيقه، عم تبرم معنا هيدي الحركه لتعطينا النظافه اللي نحن بدنا اياها للسنين. هون عم نشوف كيف نضيف معنا السن بطريقه كثير سهله ونشالت كمان كل الاوساخ اللي نحن حطيناها. هيدي طبعا النتيجه المثاليه اللي كنا حابين نحصل عليها. طبعا كمان نحن في شيء مرفق معنا بالمجموعه اللي مقدمينها، هو الراس اللي بيجي على شكل هيك مروس. هيدا الراس اللي بيميزه انه هو بيقدر يدخل الى دق الاماكن بالاسنان، يعني اذا نحن حبينا او حسينا اي شيء ما بين الاسنان، في اوساخ، في غير متراكم على الاسنان، ممكن ان احنا نستخدم هيدا الراس لحتى نوصل الى ادق الاماكن بالسن. وهون عم نشوف الراس كيف نحن منغيره بكل سهولة، وبعد ما نغيره منكبس نحن الأون وبتتحرك عنا بطريقة دائرية. عم نشوف هيدي الحركة، وعلى فكرة هي كتير ناعمة ورقيقة كمان على اللثة، فبهيدي الطريقة منتأكد انه منوصل لأدق التفاصيل. هون عم نشوف كيف مجرد نحن ما نمررها منقدر نحن بكل سهولة، وعلى فكرة بتعمل كمان مساج للثة اللي دايما بينصحونا انه نحن نعمله بالفلوسينج، بنقدر نحن ننظف بكل سهولة. هلا بدي احكي شغلة كتير مهمة، يمكن نحن بنشوف كتير هيك نوعية من الفرش بالصيدليات، لكن هيدي مختلفة تماما، هيدي كون ان نحن عم نقدم لكم منتج يعني 100% بتقدروا تستخدموه بكل خصوصية، وهيدا مش للاستخدام اليومي، هيدا لانه بيعمل كتلميع للاسنان، فينا نستخدمه مرة كل اسبوعين لحتى نتخلص من كل الآثار اللي بتكون موجودة على أسناننا، سواء كنتوا عم تشربوا قهوة، سواء كنتوا عم تاكلوا أكل مثلا في أشياء ملونة. سارة، يعني قديش نحن كتير بنتعذب وقت ما بدنا نروح طبيب الأسنان ونسوي جلسة التبييض. هي الروحة عن دكتور الأسنان بالعادة رعب. جلسة تبييض الأسنان يعني صار لي 3 شهور عم عاني مع حكيم الأسنان، جلسة التبييض عن جد مؤلمة، فيها مجهود من الشخص إنه يتحمل هيدا الألم، وأيضا تكلفة مادية. هون نحن عم نحس انه عنا كل المجموعه اللي نحن بدنا اياها، بننظف اسناننا وقت اللي بدنا، بنعمل كمان تنظيف كامل للاسنان من كل المشاكل اللي انت ذكرتيها. وكمان في شغله كثير مهمه ان نحن مقدمينها لكم بلونين مختلفين، عنا اول شيء اللون الابيض وعنا اللون الذهبي. سعر المجموعه الرئيسيه هو 291 درهم او ما يعادل 299. هلا لكل الاشخاص اللي كانوا عم يلاقوا صعوبه انهم يعرفوا الاسعار للمنتجات اللي بنقدمها، هلا صارت الاسعار كلياتها موجوده هون على يميني، وتلاقيها شوية بالأسفل بالريال السعودي وبالدرهم الإماراتي، لنسهل عليكم عملية الشراء. وأكيد ما ننسى أن نحن اليوم بعيدنا العاشر، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله راح نطلع عليكم دايما بفقرات جديدة ومنتجات غير شكل ومنتجات غير. وما ننسى أن نحن عم نحضر لكم مفاجأة كمان، برامج جديدة كمان. نحن هلأ بدنا نعطيكم الفرصة لحتى تتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة لتحصلوا على هيدا المنتج الرائع اللي بيساعد كل سيدي ورجل يتخلصوا من التصبغات اللي موجودة على السنين، وشوف اللون الحلو اللي نحن عم نقدمه من الباكج. اتصلوا فينا على هيدا الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة، ابقوا معنا، فقراتنا المتنوعة مكفاية معكم. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.